طيب دكتور وليد، يعني الحقيقة انه يعني ممكن ناس كتير جدا تكون بتتعرض في وقت من الاوقات لضغوطات الحياة، لمشكلة يعني، وبيبان شكلهم قدام الناس ان هم كويسين وما عندهمش اي مشاكل. يمكن حسب دراسة كمان زي ما حضرتك كنت بتتكلمي يا فندم، 87% من سكان الكرة الأرضية بيعانوا من هذه المتلازمة. مش الكل ممكن يعي انه عنده او بيعاني من هذه المتلازمة وبالتالي بيتعافى بعد فترة، في منهم اللي ما بيقدرش يتعافى. فعايزة أعرف من حضرتك يا فندم، إزاي ممكن نحمي نفسنا من هذه المتلازمة؟ وهل المصاب بهذه المتلازمة لازم يلجأ ل يعني لاستشارة طبيب نفسي، ولا ممكن حد يدخل هذه المتلازمة ويمر بيها وبعد كده يبقى كويس لوحده؟ يعني عايزين نعرف من حضرتك طرق الحماية، وهل من يدرك أنه بيعاني من هذه الأعراض لازم يعني يتصل بطبيب أو يستشير طبيب نفسي ولا لا؟ هي طرق الحماية بسيطة جدا، كل واحد يعمل لنفسه بلان. يعني المولى عز وجل بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالواحد بقدر الإمكان ما يحاولش يحط نفسه في ضغوط. يعني أنا دايما بقول الإنسان المعاصر هو من يصنع الضغوط لنفسه. بمعنى بتلاقي الواحد مثلا عنده 30 سنة 35 سنة، واخد عربية بالقسط، واخد شقة بالقسط، واخد شاليه بالقسط، فبيضيع 7-8 سنين من عمره ضغط نفسه بصورة غير عادية. فتلاقيه بيضيع احسن سنين عمره وهو شغال عند الاخرين، شغال عند صاحب اجنس العربيات، عند المقاول اللي واخد منه شقه في العماره، عند الشركه الاستثماريه اللي واخد منها الشاليه، فضغط نفسه. كلنا مثلا عاوزين نعلم اولادنا كويس، ده شيء ممتاز. انا ما ينفعش ادخل ابني في نطاق تعليمي اعلى من مستواه الاقتصادي وافضل اعمل في جمعيات وافضل ائن وافضل استلف وافضل طول السنه بعاني. وفي ناس بتعتقد ان لما ادخل يعني اولادي في مدارس انترناشونال على سبيل المثال هعمل جمعيه واحط الفلوس بتاعه المصاريف وخلاص. لا، ابنك طول السنه محتاج جوده حياه تتماشى مع اقرانه، في الرحلات، في الانشطه، في اللبس، في طريقه الاكل، في الكورسات اللي بياخدها. فبالتالي بتضغط نفسك يعني بصوره غير مستحبه وانت كنت بغنى عن الكلام ده. فنمره واحد، نبعد عن الضغوط المصنوعه. يبقى عندنا امال، يبقى عندنا طموحات، عاوزين نفسنا الافضل، ولكن بالراحه على نفسنا علشان ما يسلبش مننا حياتنا وعمرنا وطاقتنا النفسيه. دي اهم حاجه. والحاجه برضو مهمه قوي، يعني لازم ما نعانيش من الخواء الروحي. يعني كنا زمان الناس تقعد تسمع الراديو وتسمع اغاني وبيروحوا دور العباده، ما كانش فيه خواء روحي زي دلوقتي. دلوقتي الانسان في سبيل سعي ورا الماده بقى ما بيسمعش اغاني قديمه من بتاعت زمان، ما بيسمعش موسيقى، مش بيمارس نشاط، قليل جدا يعني. فنحاول بقدر الامكان نبعد عن الخواء الروحي، نقرا كتاب زي زمان. يعني اي حد بيسمعنا يسال نفسه اخر مره مسكت كتاب وقريته امتى؟ دي كلها امور مهمه قوي. والاهم ما نعيش في حياتنا الاجتماعيه بنظام الجزر المنعزله، يعني كل واحد ماسك الموبايل وقاعد عليه وماليش دعوه بالتاني جوه الاسره لوحده. لا، احنا نقعد مع بعض، نسمع لبعض، نتكلم مع بعض، نلاقي حلول مع بعض. كل واحد يتصرف بالضغوط اللي بتعتريه، وحتى اللي قدامي لو ما اتكلمش انا اشجعه على الكلام. انا الاحظ ابني واشوفه، ابني يعني مش طالب مني ان انا اجيب له اوضه لوحده فيها تكييف وفيها التابلت وفيها المكتب، هو طالب ان انا اقعد معاه في الاوضه بتاعته. صح، مظبوط. طبعا مش طالب مني ده، طالب مني انا، طالب الاب، طالب الام. دي كلها امور مهمه جدا. لو احنا عملنا ده وعملنا نفسنا دايما سوشيال سبورت ودعم اجتماعي من اللي حوالين مننا، اعتقد ده بيخف من حده الضغوط اللي علينا. فشل جدا حضرتك، اشرت لنقط مهمه جدا، ان احنا اهم حاجه ما يكونش فيه عزله نفسيه، ودي حاجه مهمه جدا، عزله اجتماعيه. وفكره الاقساط اللي فعلا الناس بتحط نفسها تحت ضغوط الاقساط، ضغط القسط بتاع الشقه وقسط العربيه وقسط المدرسه وقسط معرفش ايه، الناس دي بتعيش حياتها كلها مضغوطه. فدي حاجه يا ريت نتخلص منها او نخفف على نفسنا. وزي ما الدكتور وليد كان بيقول، انت تقدر، عندك حلم، عندك طموح، ده طبعا مشروع، وان انت لازم تعيش اولادك عيشه كويسه ويتعلموا تعليم كويس، لكن ما تضغطش نفسك كله في نفس التوقيت. بنشكر الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا ليك طبعا.